على هامش مشاركتها في مؤتمر التغيير في المجتمعات المسلمة ودور المرأة. كان لنا لقاء مع مدير مؤسسة نساء بر ليبيا السيدة فتحية قدورة التي ثمنت بداية دور المرأة الليبية في الثورة المباركة. من أول انطلاقة الثورة كانت هي السباقة لكل شيء، فكانت في الاحتصامات قائدة الاحتصامات، وكانت منظمة للمسيرات، وكانت طبيبة في المستشفيات وفي على الجبهات، كانت إعلامية في وسط المظاهرات والاحتجاجات. كما عدتت السيدة قدورة عناوين كثيرة تلخص العوائق والمعيقات التي تحول دون لعب المرأة العربية والمسلمة عموما لدورها المنشود في المجتمع على كافة المستويات، سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا. السياسية أعتقد أنها السياسية ما زال رجل لا يقبل أن تكون المرأة معه في نفس الصف، وأنا أرفضه تماما، لأن المساواة أعطاها للجهة. أنا لا أبحث عن المساواة، أبحث بحقوق شرعية، ولما تعطيني الحق الشرعي أنا عندها أكون معك في السياسة وفي الاقتصاد وفي الثقافة، لأن الإسلام أعطى المرأة جميع حقوقها. من فضلك يا رجال أعطى المرأة حقها وحقوقها فقط. وكما لعبت المرأة الليبية دورا حاسما في انتصار الثورة، فإنها ستلعب كما ترى مدير مؤسسة نساء بر ليبيا أدوارا أهم وأكبر وأخطر في مرحلة البناء التي تسير على قدم وساق في ليبيا حاليا. لكن أعتقد أنها هي إن شاء الله تعالى من خلال مؤسسات المجتمع المدني اللي هي بدأت تتحرك فيه، هذا عمل حر لا أحد يستطيع، لا الدولة ولا أي شخص يقدر يتحكم فيها، عمل تستطيع من خلال رفع مستوى المرأة وخدمة المرأة والمشاركة في تنمية وبناء البلاد. فإذا كانت المرأة نصف المجتمع فهي أيضا التي تلد وتربي النصف الآخر أيضا، ولها أدوار محمودة وعظيمة تاريخيا وحاليا ما زالت تثبت جدارتها وأهميتها رغم الغبن اللاحق بها في كثير من اللقاء. لبرنامج الألوان السبعة، سعيد الحاج، إسطنبول.